ثرومبوس، لايسيز يعني بكسره، ففايبرينوليتكس هي الأدوية اللي بتكسر الفايبرين. أول هذه الأدوية هو الستريبتوكينيز الشهير باسم استريبليز. فكرة الستريبتوكينيز جت لما بصينا على الانفكشن اللي بتحصل من الستريبتوكوكاي وقارناها باللي بتحصل بين الاستافيلوكوكاي، لقينا الاستافيلوكوكاي بتعمل اكسس والسيركمسكرايب، بينما الستريبتوكوكاي انفكشن بتنتشر. وبالتالي فكرنا هي ليه الستريبتوكوكاي الانفكشن بتاعتها بتنتشر؟ السبب ان الستريبتوكوكاي بتصنع انزيم اسمه ستريبتوكاينيز. الستريبتوكاينيز هو اللي مسؤول على انه يكسر الفايبرين اللي بيعمل جزء من المول بتاع الاكسس. بس كلمة كاينيز لا تعني لايسيس، كلمة كاينيز تعني فوسفوريليشن. فازاي حاجة بتعمل فوسفوريليشن هتشتغل لايسيس لبروتين؟ في الحقيقة الستريبتوكاينيز ما بيشتغلش بنفسه، الستريبتوكاينيز لازم يشبك فيه بلازما بروتين مفطور اسمه بلازمينوجين موجود في البلازما. البلازمينوجين لما بيمسك الستريبتوكاينيز بيعمل ستريبتوكاينيز بلازمينوجين كومبلكس، وهذا الكومبلكس هو الاكتف فورم، هو اللي بيحول لي البلازمينوجين لبلازمين، والبلازمين هو اللي يكسر الفايبر. بهذا الشكل نقدر نقول ان الستريبتوكاينيز الاكشن بتاعه مش دايركت اكشن ولكن اندايركت اكشن. البلازمين ده المفروض ما يتوجدش في البلازما، لو اتوجد في البلازما بيروح يشتغل على الفايبرين يكسره الى قطع صغيره بنسميها الفايبرين ديجراديشن برودكت، وبالتالي الثرومبوس بتتكسر لقطع صغيره. اول عيب في هذا الدواء لانه جاي من الستريبتوكوكاي، لو انا عندي انتي بودي للستريبتوكوكاي انتي ستريبتوكوكال انتي بودي، يبقى الانتي بودي ده يقدر يضرب في الستريبتوكاينيز. لما يضرب في الستريبتوكاينيز هيحصل حاجه من الاثنين، يا اما هيؤدي الى الرجيك مانيفستيشن هايبر سنسيتيفيتي مانيفستيشن، او هيؤدي الى ان الستريبتوكاينيز ما يعرفش يشتغل ريزيستنس ما يبقاش له افكت. دول عيبين كبار موجودين في الستريبتوكاينيز. العيب الثاني ممكن كمان يكسر البلازما بروتين الفايبرينوجين، وده هيحرمني من مصدر من مصادر البروتين فاكتور اللي بدافع بيها ضد البليدنج. يبقى معنى كده ان العيان ده هيبقى عرضه ان يحصل له ماركت بليدنج. ثلاث عيوب كبيره في الستريبتوكاينيز، ولازم نعرف ازاي هنصلح العيوب دي. ده شكل حقنه الستريبتوكاينيز. الستريبتوكاينيز زي ما احنا شايفين الحقنة باليونت، مليون ونص يونت في الإزازة. بيتاخدوا ازاي؟ بندي الأول انترافينوس بولس من مليون ونص لاثنين مليون ونص، بيتاخدوا في الأول بولس عشان أعادل فيهم الأنتي ستريبتوكوكال أنتي بودي اللي موجودة في البلاد بتاع أي مريض غالبا، لأن أغلب العيانين دول بيتاخدوا ستريبتوكوكال انفكشن قبل كده. وبعد كده لان الستريبتوكاينيز فيري شورت اكتنج، بضطر ان انا اكمل او ماتين البلاد ليفل بانترافينوس انفيوجن. يبقى كده قدرنا نتخلص من مشكله الانتي بودي اللي موجود، ولكن انا ما حددتش مشكله الالرجي. تاني واحد هو النيوروكاينيز. النيوروكاينيز اسمه زي ما باين كده نيورو من اليورين. اليوروكاينيز بنجيبه من الكالتشر بتاع الرينال سيلز، واليوروكاينيز ايضا اسمه كاينيز، بيمسك في البلازمينوجين ويحول البلازمينوجين لبلازمين، وهذا البلازمين هو اللي بيعمل لايسيس للفايبرين يحوله الى فايبرين ديجريديشن برودكتس. واضح طبعا من الرسمه ان النيوروكاينيز لانه جاي من هيومن سورس ما هوش انتيجينيك، وبالتالي ما هوش ريزيستنس. انا خلصت من عيوب
جيوب الاستريبتوكينيز، ولكن ما زال بيقدر يكسر الفايبرينوجين. يعني الاكشن بتاعه ما هواش سبيسيفيك، ما بيفرقش من الفايبرين والفايبرينوجين، وبالتالي بيؤدي الى ماركت بليدنج. ما دام مفيش انتي بادي له، يبقى انا مش محتاج ادي انترافينوس بولس اعادل بيها الانتي بادي اللي موجوده. انا بدي من الاول انترافينوس انفيوجن. ثالث واحد الابساك او الانستريبليز. ايه فكره الابساك ده وتعني ايه كلمه ابساك؟ احنا عارفين ان الاكتف فورم بتاع الستريبتوكاينيز هو الستريبتوكاينيز بلازمينوجين كومبلكس، هنشبك فيه اسايل جروب انيسويل ستريبتوكاينيز بلازمينوجين كومبلكس او اسايليتد بلازمينوجين ستريبتوكاينيز كومبلكس. طيب ايه الفايده اللي انا خدتها من شبك الانيسويل جروب في هذا الكومبلكس؟ الفايده اللي انا خدتها هو مازال اكتف، بيحول البلازمينوجين لبلازمين، والبلازمين ده بيكسر لي الفايبرين يحوله الى فايبرين ديجريديشن برودكت، ولكن مازال بيحتفظ بعيوب الستريبتوكاينيز انتيجينيك وماركت بليدنج. طب ايه الفايده اللي انا خدتها؟ الفايده اللي انا خدتها ان انا بطأت الديجريديشن بتاعه، وبالتالي بقى الديوريشن اوف اكشن بتاعته او الهاف لايف بتاعته طولت، فانا بديه انترافينوس بولس يشتغل لي لفتره طويله. هذا الابساك ما بقاش موجود كومنلي لان ما خدتش منه فايده كبيره. ابتدت تظهر مجموعه جديده تبقى سبيسيفيك لتكسير الفايبرين اكتر منها للفايبرينوجين، اولهم التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور الالتي بليز. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور انا هصنعه بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور اصلا بتنتجه الاندوثيليال سيلز، لكن اللي انا هستخدمه هبقى انا مقلده عن طريق الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. دي تركيبه التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور زي ما احنا شايفين، في حرف اف اسمها الفينجر بروسس، وفي الكي الترينج ال1 وال2. الحتت اللي بتمسك في الفايبرين هي الاف والكي 2. الاف هاي افينيتي بايندينج، الكي 2 لو افينيتي بايندينج. طب انا استفدت ايه انه بيمسك في الفايبرين قبل ما يكسره؟ انا استفدت حاجه كبيره جدا، هخليه سبيسيفيك للفايبرين مش للفايبرينوجين. ما بيعملش اكتيفيشن الا للبلازمينوجين اللي ماسك في الفايبرين، وبالتالي ما بيعملش اكتيفيشن للبلازمينوجين اللي ماشي في البلازما. يبقى لما هيجي يكسر، لما يحول البلازمينوجين ده الى بلازمين، هيكسر الفايبرين اللي جنبه مش هيكسر الفايبرينوجين اللي في البلازما. ومن هنا جاء اسم فايبرين سبيسيفيك، وبالتالي البليدنج معاه هيبقى اقل. هو لسه بيعمل بليدنج لان تكسير الفايبرين نفسه يعمل بليدنج، تكسير الفايبرينوجين يخلي البليدنج ماركت. تاني حاجه ما هوش انتيجينيك لان انا مصنعه زي الهيومن فورم بالظبط. بقيه الحاجات اللي في الرسمه اللي هي الجلوبيول كي 1 والجي اللي هو الديرمال جروس فاكتور لايك، الاثنين دول مسؤولين على الرابيد كليرنس بتاع هذا الدواء. والرابيد كليرنس خلينا هدي انترافينوس انفيوجن، في كمان جزء ثالث اديتيف كده راكب على الكي 1 بيسرع الكليرنس ايضا. الجزء اللي مرسوم بالاحمر ده اللي هو البي ده اللي بيعمل بروتيولايسيس، البروتيولايسيس عن طريق البي كومبوننت بتاع المولكيول، وفي جنبها حته صغيره هنعرف ايه فايدتها ايه دلوقتي. يبقى انا خدت دواء ليس بليدنج، ما هوش انتيجينيك، ولكن مازال بجيب الانترافينوس انفيوجن لانه له شورت هاف لايف، لانه بيتكسر بسرعه
في الليفر. هنحاول نعدل في التيشو بلازمينوجين اكتيفيتر، هنعمل ميوتانس جديده ما هياش موجوده في الطبيعه. عملنا ريكي بليز والتينيكتي بليز واللاموتي بليز، لو بصينا لتركيبهم وقارناه بالالتي بليز اللي هو التيشو بلازمينوجين اكتيفيتر، هنلاقي ان الريكي بليز واللاموتي بليز الاثنين دول ليس فايبرين سبيسيفيك. ليه ليس فايبرين سبيسيفيك؟ لان انا شلت منهم الاف او الفينجر بروسيس اللي هي هاي افينيتي بايندنج للفايبر، فبقى الافينيتي بتاعتهم للفايبرين اقل، يبقى معنى كده البليدنج بتاعهم هيبقى اكتر من الالتي بليز. بس كده الفرق ده؟ لا، الكنكتي بليز في فروق تانية، very fibrin specific 14 times more fibrin specific عن الالتي بليز. عنده الفينجر بروسس وعنده الجي اللي هي الابيديرمال جروس فاكتور، اللي عنده الكي 1 اللي هي بتمسكه فيه الفايبرين. بس كده؟ لا، هو كمان ما بيحصلوش انهيبيشن بالبلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور 1. لو بصينا الجزء الاحمر اللي احنا قلنا هنسيبه اللي موجود على الجنب هنلاقيه اتغير. الجزء ده كان بيمسك فيه حاجه اسمها بلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور تخلي البلازمين ما يشتغلش، ولما البلازمين يبقى بلوكد في هذا المكان ما يقدرش يكسر الفايبر. الجزء ده اتغير، ما بقاش يعرف يمسك البلازمينوجين اكتيفيتور انهيبيتور. ادي السهم بيشاور عليه. اخر حاجه السلو كليرنس، الهاف لايف بتاعته بقى من 30 ل 45 منت، ولكن مازال لازم يتاخد بالانترا بلس انفيوجن. وسبب السلو كليرنس ان انا غيرت في الكي 1، ركبت عليها حاجه خليتها ما تمسكش كويس قوي في الليفر، وشلت الجي اللي ايضا بتمسكه في الليفر عشان يتكسر. نيجي نشوف امتى هنضطر نستخدم الادويه اللي بتكسر الفايبر. الحقيقه الادويه دي ادويه خطيره جدا لانها ممكن تؤدي للنزيف، ولا تستخدم الا في الانتنسيف كير يونت، ما بستخدمهاش الا لو كانت الحاله سيريس تستدعي دخول الرعايه المركزه، زي استيمي اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن، زي ما شايفين في رسم القلب في مايوكارديال انفاركشن، في كيو ويف، في اس تي سيجمنت اليفيشن. الانفاركشن دي اقدر ادوبها قبل الفايبرين ما يبقى ستيبل. احسن توقيت لتدويب الفايبرين في هذه الترومبس في خلال 6 ساعات من حدوث الجلطه. كل لما بتاخر في نقل العيان للانتنسيف كير انا بخسر. لحد 24 ساعه ادور، ولكن الفايده بتقل كل ما بتاخر. تاني حاجه اسكيميك ستروك، نفس الفكره، في جلطه في البرين ادوبها. في الحقيقه جلطه في البرين بتبقى كريتيكال اكتر، والتدويب لازم يبقى بسرعه اكتر، لان البرين ما بيستحملش ان اقطع عنه البلاد سبلاي، وبيبتدي الجزء اللي شديت البلاد سبلاي بتاعه يحصل له ديث. احسن وقت الحق فيه في اول 3 دقائق. طبعا اول 3 دقائق ده شبه مستحيل، لان لازم يكون العيان ساعه ما بيديله غلطه انا بجهز نفسي عشان اديله. يبقى انا مش هحصل على احسن نتيجه، لكن هتأخر شوية. كل ما بتأخر أكتر الفايدة بتقل، وكمان احتمالية إنه يتحول من ترومبس لبليدنج تزيد. ثالث حاجة بريفرال أرتري أوكلوجن، لو الأرتري البريفرال ده مهم عندي، وأهم أرتري عندي هو الأرتري بتاع الريتنا لأنه بيؤدي إلى البلايندنس. رابع حاجة
لو عندي ديب فينس ثرومبوزس، في الحقيقه ديب فينس ثرومبوزس بتفتح لوحدها، لو انا حافظت عليها ما تكبرش بانتيكو اجلان ده كفايه. لكن لو هي ماسيف وبروكسيمال، يعني هي دخلت على الترمال اليا بتاع الاثيلو فينا كافا، لا دي هتبقى فيتا. في الحاله دي لازم احاول ادوبها. ايضا البلمونري امبوليزم لو هي واخده فرع صغير من البلمونري ارت ما تبقاش خطيره، ولكن لو هي ماسف بلمونري امبوليزم واخده بلمونري ارت كامل، دي هتدخل عيان في رايت سايد هارت فيلير، ده فيتا. في الحاله دي لازم اشيل الثرومبا دي يا اما بجراحه يا اما فايبرين ولا تجراكس. استخدام تاني لو العيالي بتغسل كلى، بتعمل لهم شنط بين الارتل والفين اسمه ارتل وفين الشنط، ده بفتحه واغسل منه كل مره. لو اتسد انا مش هقدر اعمل له غسيل. لو اتسد الارتل وفين الشنط ده ممكن احاول اسلكه بفايبرين وليتكس. ايه عيوب الفايبرين وليتكس؟ اشهر عيب هو الهيموريج، وده بيحصل في نسبه لا تقل عن 3% من العيانين، وده اخطر ادفرس افكت، ولازم اكون مجهز نفسي عشان اعالجه. اجهز نفسي ازاي؟ لو حصل نزيف ادي العيان الحاجه اللي ناقصه اللي اتكسرت في الفايبرينوجين، واحاول اوقف الدواء على انه يشتغل. عندي ادويه اسمها انتي فايبرينوليتكس زي الترانزاميك اسيد وزي الابسلون امينو كابرويك اسيد. الادفرس افكت الثاني ده مش ادفرس افكت، ده فيلير في الريسبونس. انا مديه عشان اسلك شريان، اديته شريان ما سلكش. فيلير اوف ريدر فيوجن بتوصل ل 50% من الحالات. كل لما بدي الدواء بدري الريدر فيوجن يبقى اسهل. بعد الفايبرين ما يحصل له كروس لينكينج مش ممكن اعمل ريدر فيوجن للفايبرين بالفايبرينوليتكس. عشان احسن النتيجه من الافضل ان العيان ياخد انتي بليتلت اول ما اشوفه وانا بجهزه للفايبرينوليتك ثيرابي، بديله اسبرين وبديله الكلوبيدوجريل. ريستينوزس مشكله ثانيه، ده معناه ان انا سلكته لكن رجع سد تاني، يبقى انا محتاج ان انا اسلكه مره ثانيه. بتصل من 5 ل 15%، وعشان اتجنبها بعد ما بسلك الشريان بكيب العيان على انتي كواجولانت وانتي بليتلت. عادة بدي العيان هيبرين وبعدين بيكمل على وارفرين لمدة تقترب من 6 شهور، واذا احتاج احط معاهم انتي بليتلت. في ادفرس افكت سبيشال للستريبتوكاينيز دراجز اللي هم الامساك والستريبتوكاينيز انه انتيجينيك، ودي حلها عشان الريزيستنس. لو الانتيجينيست عمل الريزيستنس ان انا بديله بولا ستريبتوكاينيز اعادل بيها الانتي بادي في الاول، ولو عملالي حساسيه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن انا بدي كورتيزون قبل ما بدي الستريبتوكاينيز. الهايبوتنشن بيبقى اكتر مع الستريبتوكاينيز لان الانتيجينيستي بتريليز هيستامين، وايضا الهايبوتنشن ممكن يكون من البليدنج اللي هو مور مع الفايبر نون سبيسيفيك. وفي الحاله دي انا مضطر ان انا ادي ادويه كيب البلاد بريشر زي انترافينوس فلويد او كارديو تونيك دراجز زي